السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. يا رب. النهاردة عايزة اتكلم معاكم في 6 خطوات او 6 نقط عايزين نبتدي نعملهم علشان يساعدونا على اي نظام دايت او اي نظام صحي او اي روتين صحي عايزين نبتدي فيه. ال6 خطوات ديت ممكن كلنا نقدر نعملهم، سهلين جدا وبساط، ما فيهمش اي تعقيدات خالص. بس اهم حاجة في الموضوع ان احنا نكون عايزين نعمل حاجة فعلا، مش مجرد ان احنا عايزين عصاية سحرية او حاجة كده، مشروب سحري ينزل يظبط كل حاجات في جسمنا، ولا اكله مثلا هناكلها ومش هندخن عليها، او هناكلها وكمان تظبط لنا الوزن بتاعنا وتظبط الحاجات. اهم حاجه في كل الموضوع ده ان الواحد يبقى عايز يعمل حاجه فعلا من جواه، ومستعد ان هو يغير من نفسه شويه علشان يوصل للهدف اللي هو عايزه، سواء كان عايز يخس، سواء كان عايز يظبط حاجات في الصحه بتاعته، وعنده شويه امراض عايز يظبطها، كل الحاجات دي. تعالوا بقى نخش في الموضوع، ال6 خطوات او 6 تريكات اللي احنا عايزين نتفق مع بعض ان احنا نبتدي فيها. تعالوا نشوفهم هم. أول حاجة عايزين نكتب كده كتابة، احنا عايزين نعمل ايه، الهدف بتاعنا ايه. هل عايزين مثلا نخس بس علشان خاطر مجرد الخسسان، يعني يبقى وزننا كويس شكلنا كويس؟ عايزين نخس عشان صحتنا، عايزين مش نخس بس عايزين نظبط صحتنا. لازم نوضح الهدف بتاعنا ايه علشان ما تبقاش العملية او الرحلة بتاعت الدايت او الرحلة بتاعت النظام الصحي ده تبقى كأنها حاجة زي عذاب كده، او حاجة مقدرة الواحد او بيعملها زي عقاب. لازم يبقى عارف الهدف بتاعه ايه علشان يقدر يستمر عليه. النقطة التانية التانية بقى، عايزين نعمل روتين يومي، وخاصة الروتين الصباحي اول ما نصحى من النوم نبقى محددين حاجات كده هو ثابتة لازم نعملها، زي مثلا لازم نشرب كوباية مية، زي مثلا لازم نعمل شوية رياضة ولو حتى نص ساعة في أول النهار كده أول ما نصحى، نعمل شوية مديتيشن ولو حتى 5 دقايق نقعد مع نفسنا كده ونعمل ريلاكسيشن شوية. يبقى في روتين يومي سوليد لازم احنا نعمله علشان يقدر يظبط اليوم كله بتاعنا، وده هيبقى على أساسه محور لكل الروتين بتاعنا أو محور لكل النظام بتاعنا اللي عايزين نمشي عليه. النقطة اللي بعد كده، النقطة اللي بعد كده عايزين نعمل الورك اوت بتاعنا او الجيمناستيك او الرياضة عامة، اي حاجة لو حتى تمشية او زي مثلا ماشي في المكان او اي حاجة بسيطة، حاجة اساسية من الاساسيات اللي بنعملها في اليوم، حاجة ضرورية لازم نعملها، مش اللي تبقى لو اتبقى لها وقت، لو لينا نفس، لو عندنا شوية مجهود، لو اتبقى لها وقت في اخر النهار، تبقى حاجة اساسية زي ما بنعمل اي حاجة، زي ما بناكل، زي ما بنشرب، زي ما بنصلي، زي ما بنعمل اي حاجة. تبقى الرياضة برضو حاجة مهمة لازم تتعمل، مش تبقى للفضل، لو فضل الله وقت، لو فضل الله مجهود او كده. النقطة اللي بعد كده، خلي فيه وقت للنفس كده، للراحة، للميديتيشن في اليوم. الحكاية دي بقى متمثلة في الصلاة، متمثلة في الواحد يقعد شوية كده يقرأ كتاب خفيف، أو يسمع موسيقى، أو يعمل ميديتيشن صغير، أو حتى لو الناب، لو واحد بيقدر الظروف بتاعته مسامحة إن هو ياخد نص ساعة أو ساعة نوم في خلال اليوم. الريلاكسيشن ده بتساعد كتير قوي إن الواحد يقدر يعمل موف أب ليكمل بقية الرحله بتاعته في النظام اللي ماشي عليه. النقطه اللي بعد كده، النقطه اللي بعد كده متوقفه عن النقطه اللي قبليها بس هي في شكل مختلف، اللي هو النوم عامه بالليل، النوم اللي احنا بننامه بالليل. النوم اللي بننام بالليل المفروض نخلي له الوقت بتاعه او الساعات اللي بننامها اساسي، ومفروض مش مثلا عندنا حاجات نعملها فنبتدي نسهر ياكل شويه من الوقت، عندنا حاجات بدري عايزين نعملها فنصحى بدري واكلين شويه من الوقت. يعني لازم نخلي حوالي 7 ساعات رينج، يعني من 6 ل 8 ساعات، حوالي من 6 ل 8 ساعات نوم. بيختلف طبعا من واحد للتاني، بيختلف من على حسب الاعمار، على حسب النشاط بتاع كل واحد للتاني، لكن الرينج نقول عليه 6 ل 8 ساعات حلوين لمعظم الرينج بتاع الاعمار يعني، او معظم النشاط، يبقى كويس. لان النوم القليل بيعمل ستريس، بيطلع هرمونات كتيره في الجسم مش عايزينها تطلع في حاله الاستريس ديت، هيخلي الواحد عنده كريفنج للسكر وللحلويات وستريس، وياكل اكتر، ومشاكل تانيه هتخليه يطلع من البلانز اللي عايز يمشي عليها، الصحية او الدايت او الحاجات اللي هو المفروض يظبطها.
النقطة اللي بعد كده عايزين نعمل زي ميل بريب كده، زي نعمل تحضير للأكلات بتاعتنا، يعني بقى عارفين احنا هناكل ايه في خلال الأيام اللي جاية، نبقى محضرينها عندنا في الثلاجة أو في المطبخ، وأي حاجة خارجة عن الجدول ديت ما نبقاش موجودة، يعني ما يبقاش في مثلا علبة آيس كريم مستخبية في الفريزر، ما يبقاش في مثلا حتة شوكولاتة مستخبية في الثلاجة، يعني يبقى موجود بس الأكل اللي احنا هناكله في خلال الأسبوع، غير كده ما نخليش حاجات تانية زيادة، بحيث لو حصل لنا مثلا دروب في خلال اليوم نخش نعمل سناكينج على حاجات مش صحية أو مش في الجدول بتاعنا، نخلي بس الأكل اللي احنا عايزينه نعملها في الأسبوع اللي قبله في يوم الأجازة بتاعنا، نحضر كده كل يوم هناكل فيه إيه، ونبتدي لو في حاجة ممكن نعملها زي نص سوا أو تتقطع أو حاجة تبقى جاهزة في الثلاجة أو في المطبخ، بحيث لما نيجي ناكل اليوم ده تبقى الحاجة بتاعته جاهزة على طول وناخدها تتاكل على طول، تبقى ما يبقاش في مجال للشيفنج ميل او العك او البوظان او نطلع عن البلان اللي احنا عايزين نمشي عليها. طب دي كانت شوية تريكات كده، شوية خطوات عايزين نعملها، هتفرق بجد كتير قوي في النظام بتاعنا، وان احنا ما نبوظش النظام بتاعنا سواء كان نظام للدايت او نظام لتظبيط الصحة بتاعتنا عامة، بجد حتى لو انتوا شايفينها حاجات بسيطة بس بتفرق جدا قوي عن تجربة، يعني ان هي بجد بتخلي الواحد ما يطلعش عن التراك اللي عايز يمشي فيه. طيب جربوها ولو حتى اسبوع واحد وشوفوا الفرق هيبقى ازاي، ومستنية الكومنتس بتاعتكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي معايا باذن الله، يا رب يكون الفيديو ده كمان كان مفيد ليكم كلكم بإذن الله، وأشوفكم الفيديو اللي جاي معايا دكتورة هاجر مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.